اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده في حكايات مارو. عمار محمد يتحدث اليكم. بناء على طلباتكم الكتير ان انا اعمل حلقتين في الاسبوع، وعشان انتوا نور عينينا ولا ايه، قررت اخيرا ان انا هعمل فعلا حلقتين في الاسبوع، حلقه يوم الاثنين وحلقه يوم الخميس. ولكن عشان اقدر استمر في ده واعمل ده، لازم ان انتوا كمان تدعموني وتقفوا معايا وتنشروا الحلقه دي على الاقل في 5 6 جروبات على الفيس او مع اصدقائكم، لان ده هيفرق معايا جدا جدا الفتره اللي جايه. وكمان بشكركم على الدعم الجميل جدا في الفتره اللي فاتت والكومنتات الايجابيه اللي كانت بتحفزني وبتديني طاقه ايجابيه ان انا اقدم حاجه اقوى واحسن واللي جاي افضل باذن الله. ويلا نشوف حكايتنا النهارده بتقول ايه. حكايتنا النهارده عن ادمون كيمبر. وإدمون هو شخص بيتميز بمستوى عالي من الذكاء ومحبوب جدا في وسط أهله وقريته، ومن شدة طيبته وحب الناس ليه يستحيل أي حد إن هو يصدق إنه ممكن يأذي حتى حيوان أليف. ومن الشخصية الطيبة والمحبوبة دي إلى شخصية بترتكب أبشع الجرائم وبتمثل بجثث ضحاياها، والسبب في كده بيرجع لشيء حصل في طفولته غريب جدا. بس الأول يلا بينا ننزل بالإنترو ونشوف حكاية إدمون مع بعض والسبب اللي حوله إلى وحش بيرتكب الجرائم البشعة دي. يلا بينا. أول جريمة يرتكبها إدمون كان عمره 15 سنة، وعشان كده في بداية قصتنا النهاردة لازم نرجع لطفولته ونعرف كل حاجة عنه بالتفصيل وهو صغير، لأن طفولته دي هي السبب في تشكيل شخصيته البشعة دلوقتي. اتولد إدمون سنة 1948 في مدينة باربانك الأمريكية بولاية كاليفورنيا. أسرته بتتكون من أب وأم واخواته الاثنين البنات، وكانت أسرته زي أي أسرة في الوقت ده بتربي حيوانات أليفة في المزرعة بهدف الأكل. لكن إدمون كان شايف الموضوع بشكل مختلف تماما. إدمون كان متعلق جدا بالحيوانات دي بشكل غير طبيعي، وكان بيقضي معاهم وقت كبير جدا في المزرعة، وكان كمان مسميهم بأسماء مختلفة، يعني حرفيا كان بيعتبرهم حد من أصدقائه أو من عيلته، لحد ما يجي اليوم اللي يذبح فيه والده دجاجتين قدام عينه. وفي اللحظة دي إدمون كان عمال يصرخ بشكل هستيري ويعيط كأن مثلا والدته هي اللي بتذبح. وكانت اللحظة دي من أبشع اللحظات اللي مرت على حياة إدمون في حياته لحد الآن. والد إدمون ما اكتفاش بكده، ده كمان خلاه ياكل من لحمهم على الغدا رغم إن هو كان عمال يصرخ ويعيط ورافض تماما إن هو ياكل منهم، لكنه في الآخر أجبره وفعلا كل من لحمهم. وعشان والده يقضي على الموضوع ده خالص ويقضي على تعلقه بالحيوانات دي، بدأ ياخده معاه المزرعة وهو بيقتل الحيوانات دي أو بيذبحها ويخليه إن هو يذبح الحيوانات دي بإيده في العمر ده. وطبعا إدمون مع الوقت بدأ يتعود على الموضوع ده ويعرف ان دي سنة الحياة، وبدأ يذبح الحيوانات دي فعلا بشكل طبيعي جدا. ولكن إدمون في السن ده ما كانش قادر ان هو يميز بين الحيوانات الأليفة والحيوانات اللي في الشارع، فبدأ كمان إدمون ان هو يقتل في الحيوانات بتاع الشوارع ويذبح في القطط، لان إدمون في الوقت ده ما كانش عنده الفكر اللي يخليه يميز بين اي حيوان والتاني. ففعلا القتل بقى عنده غريزة وبقى موضوع طبيعي جدا عنده. وفي يوم من الأيام إدمون وهو عمره 9 سنين أبوه وأمه يتطلقوا، والقانون الأمريكي في الوقت ده كان بيقول إن الوصاية على الأولاد من الأم والأب هو اللي عليه الدعم المادي، لكن من الواضح إن موضوع طلاقها ده سبب عندها حالة نفسية وكره للذكور كلهم بشكل عام، وبدأت تطلع غلها وكرهها للذكور ده على ابنها المسكين إدمون وتفضل إخواته البنات عليه، وكمان ما كانتش بتسمح له ان هو يعيش معاها في نفس المكان اللي هم عايشين فيه. كان إدموند دايما محبوس في قبو مظلم مفيش اي نور حواليه غير هي لمبة واحدة وبرد شديد جدا، واصدقائه الوحيدين كانوا هم الحشرات والفئران. تصرفات امه ووحشيتها خلقت جوه إدموند غل كبير وحقد اتجاه امه، ولكنه بدأ يشغل وقته بشكل كبير في القراءة، وبدأ يقرأ كتب تاريخية خصوصا اللي كان فيها أحداث عنف أو قتل. وفي يوم حضر إدموند مهرجان وهو عمره 10 سنين. في المهرجان ده كان فيه المعدات اللي بيستخدموها في الإعدام في القرن ال18، ولكن اللي خلى إدموند في حالة ذهول إن الناس دي كانت بتحط راسها في المشانق والحاجات بتاعت الإعدام دي وكأنهم بيتعدموا حقيقي. في اللحظة دي استغرب إدموند وقال لهم إزاي بيضحكوا في وش الموت، وتمنى لو هم فعلا بيموتوا قدامه حقيقي، وبدأ يحصل عنده اضطراب نفسي أو خلل بين الواقع والخيال. تمر سنوات وإدموند كل يوم علاقته مع أمه بتسوء أكتر،
لحد ما هرب منها وراح لوالده اللي كان عايش في لوس انجلوس مع زوجته الجديدة، وفضل عايش مع والده لعدة سنوات هو وزوجته الجديدة. لكن زوجته ما كانتش موافقة تماما على وجوده، وبعد فترة من الوقت بدأ ادموند يتسبب لوالده في عدة مشاكل، فقرر ان هو يبعته لامه في القرية عشان يعيش معها. وكان بيت جدته في مكان معزول جدا عن القرية وعن المدينة وعن اي مكان حواليه، وكان البيت في وسط مزرعة ضخمة واراضي زراعية كتير جدا. ولكن للأسف جدته كانت سيئة جدا زي امه في معاملتها معه، وجده كان عنده مشكلة عقلية ما كانش حاسس بوجوده اساسا، وعشان هما كانوا عايشين في مكان خالي من البشر تقريبا، سمحت له جدته ان هو يستخدم بندقية الصيد ويخرج يصطاد الحيوانات والطيور. وبعد سنتين رجع ادموند لوالدته مرة تانية، ولكنه يتصدم صدمة عمره، والدته برضه لسه بتعامله بنفس الطريقة البشعة اللي كانت بتعامله بيها قبل ما يمشي، وده اللي خلق جواه ادموند غل وحقد كبير مرة تانية، وبدأ يكبر جواه الغل وبدأ يفكر في الانتقام. رجع ادموند من عند والدته هو في حالة حزن وغضب شديدة جدا، ورجع عند جدته وخد بندقية الصيد وتظاهر ان هو خارج يصطاد بعض الحيوانات في المزرعة، ولكنه لف من ورا جدته واطلق النار على راسها وماتت في الحال. ولما جده وصل هو كمان اطلق النار عليه وموته بنفس الطريقة. وفضل ادموند قاعد يفكر بعد ما قتلهم هيتصرف ازاي. للعلم ادموند كان ممكن يهرب لان بيته كان في وسط مزرعة ومكان معزول عن العالم، لكنه بعد شوية فكر ان هو يتصل بوالدته ويقول لها على جريمته. واول ما اتصل على والدته وقال لها على اللي هو عمله، والدته اتصلت بالشرطة وبلغت عنه. ولما سألوه في التحقيقات عن السبب اللي خلاه يرتكب الجريمة دي، قال لهم كان نفسي اعرف شعور ان اقتل جدتي. قالوا له طب وجدك قتلته ليه؟ قال لهم عشان ما يشوفش جدتي وهي مقتولة. ومن رد ادموند عليهم ظن ان هو مريض عقليا، ولان عمره 15 سنة تم التعامل معاه على انه قاصر، وبدل ما يودوه السجن انتقل لمستشفى الامراض العقلية. ويتفاجئ هناك الدكاترة بان ادموند بيمتلك اي كيو عالي جدا من الذكاء يكاد يصل الى العبقرية، ولكنه بيعاني من انفصام حاد في الشخصية. وخلال الفترة دي كان ادموند ملتزم جدا بالادوية وبالحاجات اللي الدكاترة بتديها له، ومع الوقت بدأت حالته تتحسن ويشوف الحياة بشكل واقعي وافضل. وبعد 4 سنين قرر الدكاترة في المستشفى ان هما هيطلقوا سراحه، وكانوا عارفين ان هو شخص ذكي جدا وبيتمنوا له مستقبل مبهر. وفي خلال الفترة اللي قضاها في المستشفى كان بيحكي للاطباء عن قسوة امه ومعاملتها معاه السيئة جدا، وكان قبل ما يخرج بيطلب منهم ان هو ما يرجعش لامه مرة تانية. والاطباء فعلا شافوا ان هو المفروض ما يرجعش لامه مرة تانية لان ده هيأثر على حالته النفسية جدا. ولكن الحكم النهائي كان للمحكمة، واللي اصدرت قرار ان هو لازم يرجع لامه مرة تانية. وصل عمر ادموند في الوقت ده لعشرين سنة، وكان حلمه ان هو يكون ضابط شرطة، والعائق قدامه ما كانش سجله الاجرامي، لانه في الوقت ده كان عمره 15 سنة وتم التعامل معاه على انه قاصر وسجله اتمسح بالكامل. ولكن العائق في الوقت ده كان طول ادموند اللي بيصل لمترين وتلاتين سنتي، وظباط الشرطة في الوقت ده كان ليهم طول معين ملتزمين بيه. ولكن ادموند من حبه لرجال الشرطة اصبح اعز صديق ليهم، كانوا بيقعدوا مع بعض دايما في الاحتفالات وبيكون معهم علاقات وكانوا بيحبوه جدا. لكن ادموند في الفترة دي كان عايش مع والدته اللي الخلافات بينهم ما كانتش بتخلص، هي كانت بتنتقد الرجالة بشكل بشع وبتعامل ابنها بكل قسوه، وهو ما كانش قادر يسيبها ويمشي من البيت لانه ما كانش عنده القدرة انه يستقل ماديا. وفي خلال الفترة دي في السبعينيات كان في خدمة او عادة كده منتشرة في المدينة دي، وهي ان طلاب الجامعات كانوا بيوقفوا اي عربية بتاع اي شخص معدي ويطلبوا منه ان هو يوصلهم لمكان معين، وكان الشخص ده لازم ان هو يوصلهم للمكان اللي هم عايزين. وبسبب كثرة المشاكل اللي عملتها له امه، من الواضح كده ان ادموند بقى عنده هو كمان غل وكره للجنس الاخر، فبدأ خياله يوسع مرة تانية ويتخيل ان هو بيوصل طلاب الجامعات البنات وبيقتلهم وبيغتصب. وبالفعل ادموند بدأ ياخد عربيته ويخرج يوصل طلاب الجامعات في كل مكان، لكنه من شدة ذكائه بدأ الاول يدرس الوضع بشكل كويس ويتعرف على الطلاب بشكل اقرب واكتر ويكون صداقات معه، وبدأ يعرف اكتر العبارات والكلمات اللي كانت بتحسسهم بالراحة والامان خصوصا البنات منهم، وبدأ ان هو يوصل اكتر من 150 طالب وطالبة في الوقت ده ما ارتكبش اي جريمة واحدة لحد ما تيجي اللحظة المثالية. وفي يوم 7 مايو عام 1972 بنتين عمرهم 18 سنة ميري وانيتا يطلبوا منه ان هو يوصلهم لجامعة ستانفورد، خدهم في مكان مقطوع في وسط الغابة ورمى انيتا في شنطة السيارة ومسك ميري وبدأ يغتصبها وبعدين خنقها لحد ما ماتت.
وراح طلع أنيتا من شنطة السيارة وقتلها بنفس الطريقة. وبعد ما الاتنين أصبحوا قدامه جثث هامدة، عمل فيهم أشياء أبشع من إنها تتحكي. وبعد ما خلص جريمته خد الجثتين وحطهم في شنطة السيارة، وهو مروح بيته يقابله شرطي ويوقفه ويقول له إيه اللي مخرب السيارة بتاعتك من ورا كده. بكل هدوء أعصاب يتكلم مع الشرطي ولا كأن في جثتين في شنطة السيارة، وبالفعل الشرطي يقتنع بكلامه ويسيبه يمشي. ولما رجع بيته قطع الجثث اللي معاه لأجزاء صغيرة وحطهم في أكياس بلاستيك ورماهم في أماكن متفرقة عشان يشتت الشرطة. وبعد ما انتشرت الجريمة دي والأحداث بتاعتها، بدأت الجامعة تحذر الطلاب بتوعها بأنهم يركبوا مع أي حد غريب غير الأشخاص اللي معاهم استيكر الجامعة على العربية بتاعتهم. والمضحك في الموضوع إن إدموند في الوقت ده كان معاه الاستيكر بتاع الجامعة على العربية بتاعته، لأن أمه كانت بتشتغل في الجامعة. وفي 14 سبتمبر عام 1972، بنت اسمها إيكو عمرها 15 سنة تطلب منه ان هو يوصلها لحصة الباليه بتاعتها، لكنه يخطفها في الغابة في نفس المكان ويقتلها ويرتكب معها أبشع الطرق في الجرائم والقتل ويقطع جسمها لأجزاء صغيرة. وجريمته التالتة كانت في 7 يناير 1973، بنت اسمها ساندي خطفها في الغابة وقتلها وفصل رأسها عن جسمها وفضل محتفظ براسها معاه في السيارة. وفي نفس اليوم اللي قتل فيه البنت كان عنده معاد مع الدكتور النفسي اللي قال له ان هو حالته بقت مستقرة بشكل طبيعي ويقدر يعيش حياته دلوقت بدون اي حاجة نفسية. في الوقت ده خرج من عند الدكتور وخد راس البنت اللي كانت معاه وراح دفنها في الحديقة تحت شباك امه. في الوقت ده كان إدموند مستمر في توصيل طلاب الجامعات ويروح يقعد مع اصدقائه من رجال الشرطة ويسمع اخر المستجدات عن الجريمة والخطط اللي هم هيعملوها. وكمان الطلاب اللي كانوا بيركبوا معاه كانوا اوقات كتير بيحكوله عن نفسه، كانوا بيقولوله ان في شخص بيقتل طلاب الجامعات وبيخطفهم، وهم ما كانش يخطر على بالهم ان الشخص الطيب اللطيف اللي هم راكبين معاه العربية هو ده القاتل اللي بيتكلموا عنه. إدموند كان شخص ذكي جدا ولطيف، وكان بيعرف يلعب دور الشخص المحبوب واللي الكل بيحبه والبريء والطيب، لدرجة ان ما كانش فيه اي مخلوق ابدا يصدق ان هو يرتكب جريمة واحدة من الجرائم البشعة دي. وفي يوم 5 مايو 1973، يدخل إدموند في خلاف حد مع والدته يخليه يفقد السيطرة تماما على اعصابه ويتجنن. في الوقت ده خد السيارة بتاعته وخرج عشان يخرج طاقته في اي حد يقابله، وفي اليوم ده ارتكب جريمتين قتل بشعين جدا، البنت الاولى وكان اسمها إليسون والتانية وكان اسمها روزلان. ولما قتلهم إدموند حس ان الغضب اللي جواه لسه ما انتهاش ولسه في جواه طاقة وغضب شديد جدا، وفي اللحظة دي بس عارف ان امه هي السبب في كل الجرائم اللي ارتكبها وهي السبب الرئيسي في ان هو في الحالة دي. وفي اللحظة دي قرر إدموند ان هو هيتخلص من امه وهيقتلها. ولكن إدموند قبلها بيومين كان اشترى مسدس جديد، والتاجر وهو بيشوف السجل بتاعه لقى ان السجل بتاعه ممسوح، وده خلاه يشك ان هو مجرم او هيرتكب جريمة قتل بالمسدس ده. وبالفعل بلغ الشرطة، وفي اليوم ده وصلت الشرطة لبيت إدموند وطلبوا ان هما يفتشوا البيت. خدهم إدموند بنفسه وتوجه معاهم لمكان الاسلحة بتاعته، وبدأ يفرج الشرطة على كل حاجة عنده ويوريهم الاسلحة اللي هو بيشتريها. وكان في المخزن ده بعض المتعلقات الشخصية للبنات اللي هو كان قتلهم. وفي اللحظة دي والشرطة قبل ما عينيهم تقع على الحاجات دي، بدأ إدموند يشتت انتباههم وخدهم للعربية بتاعته وبدأ يفرجهم كمان على الأسلحة الإضافية اللي هو مخبيها. صراحة إدموند معاهم وجرأته في الحديث وكمان صداقته مع الشرطة ورجال الشرطة خلتهم أبدا ما يشكوش في أي حاجة اتجاهه. وبعد ما مشيت الشرطة أصبح إدموند عنده حالة تسرع إن هو يقتل أمه ويتخلص منها في أسرع وقت. وفي 20 إبريل سنة 1974، كانت أمه راجعة من أحد الحفلات الساعة 4 الفجر. في الوقت ده فهم إن ده الوقت المناسب إن هو يرتكب جريمته، وتفاصيل جريمة قتل أمه كانت من أبشع الجرائم اللي ارتكبها في حياته. مسك مطرقة وبدأ يكسر في دماغ أمه، وبعدين ذبحها وفصل رأسها عن جسمها وطلع لسانها من بقها وقطعه بالسكينة، وبعدين بدأ يذبح في رقبتها وطلع الأحبال الصوتية ولسانها لأن دول كانوا السبب في الجحيم اللي هو عايش فيه طول حياته. وبعدين مسك راسها وعلقها على الحيطة وبدأ يرمي فيها الأسهم وكأنها لعبة، وكان كل شوية يقوم ويضرب في أمه أكتر ويصرخ فيها مع أنها كانت ميتة. وبعد ما هديت أعصابه قرر أنه هو هيخترع قصة يحكيها للشرطة عشان يداري على جريمته. في الوقت ده خطرت على باله فكرة وبدأ ينفذها. كان في صديقة عند أمه اسمها سالي هلال، اتصل بيها ودعاها للعشاء بالليل، ولما وصلت قتلها وفكر ان هو هيقول للشرطة ان أمه والست دي طلعوا في رحلة طويلة الأمل.
ولكن بعد ما قتلها حس ان حيلته فشلت ومش هتجيب نتيجة. في الوقت ده خد السيارة بتاعته ومجموعة من الاسلحة وفضل ماشي في الشارع لمسافات طويلة جدا، وبعد ساعات من المشي بالعربية بدأ يحس بالذنب الشديد جدا للجرائم البشعة اللي هو ارتكبها، ورغبته في القتل كمان كانت انتهت تماما. ومن الواضح ان قتل امه كان هي الحاجة الوحيدة اللي هتهدئ اعصابه وتشفي غليله بسبب بشاعتها ومعاملتها السيئة جدا معاه. وفي اللحظة دي قرر ان هو هيوقف السيارة ويتصل بالشرطة ويحكي لهم عن اللي حصل، لانه خلاص ما عادش قادر يعيش بالذنب اللي عمله. واتصل فعلا ادموند بالشرطة وبدأ يحكي لهم عن كل جرائمه اللي ارتكبها، لكن محدش من الشرطة صدقه تماما وفكروا ان هو بيضحك او بيهزر معاهم. في الوقت ده طلب ان هو يتكلم مع صديق ليه من اعز اصدقائه في الشرطة، وبدأ يأكده ويحكي له كل جرائمه بالتفصيل. وفي الوقت ده الشرطة ما كانتش مصدقة ابدا ولا مستوعبة. ادموند الشخص الجميل الحبوب اللي كلهم بيحبوه هو المجرم والقاتل اللي هم بيدوروا عليه طول السنين دي. وبالفعل تم القبض على ادموند واتحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهو لحد الان عايش في السجن. وفي خلال فترة السجن اللي هو قضاها واللي بيقضيها لحد الان مازال متعاون مع رجال الشرطة، وكمان الناس اللي بيعملوا معاه مقابلات وبيعرفوا شخصيته ويحللوها اكتر عشان يعرفوا شخصية الناس القتلة والمتسللين وازاي هم بيرتكبوا الجرائم دي والدافع اللي بيخليهم يعملوا كده. وكالعادة زي اي قصة بنحكيها في النهاية بننزل تحت في الكومنتات وبنتكلم مع بعض وبنتناقش في الاحداث مع بعض. فقولوا لي رأيكم، هل انتم شايفين ان ادموند كانت امه تستحق القتل بسبب قسوتها ومعاملتها البشعة ليه، ولا ادموند كان قاسي جدا في رد فعله معها؟ هستنى رأيكم لانه يهمني جدا. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة. ما تنسوش تنشروا الحلقة في الجروبات وفي كل مكان زي ما طلبت منكم في اول الحلقة، لان ده هيفرق معايا جدا الفترة اللي جاية، وكمان عشان اقدر استمر واقدم لكم حلقتين، حلقة كل خميس واثنين، يعني حلقتين في الاسبوع زي ما انتوا حابين وزي ما انتوا طلبتم. ولو انت جديد معنا في القناة فاهلا وسهلا بيك، نورتنا. اتمنى ان انت تنضم لينا وتكون واحد من اسرتنا وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بالحلقة بمجرد ما تنزل. وهيظهر لكم الانستجرام بتاعي على الشاشة دلوقت، ما تنسوش تتابعوني عليه عشان هناك بنقول كل المستجدات وبنتكلم مع بعض ونتواصل بشكل اسرع. ما تنساش تضيفني في الانستجرام ضروري. وكان معاكم اخوكم عمار محمد، واشوفكم الخميس الجاي في حلقة جديدة. سلام.